بالنسبة للمشاريع المعطلة والوضع البيئي ما عادش نجم نتكلم علاش، لأن دعوة موجهة لأهالي ولاية صفاقس. 16 جوان الفايت عملنا إضراب وعملنا مسيرات وعملنا احتجاجات مع بعض المنظمات وبعض القوى الخيرة وكذلك بعض مكونات المجتمع المدني من أجل حق صفاقس في بيئة نظيفة. أنا نحب نتوجه بالسؤال لكل متساكني ولاية صفاقس وحتى في مختلف المعتمديات، الفضلات المنزلية وين يحطوا فيها بعد ما تم غلق المصب المراقب بعقارب؟ وين يخليوا فيها؟ على حسب علمنا وتقديرنا قاعدة مش تتسبب في كارثة بيئية خطيرة وخطيرة جدا في قادم الأيام وللأجيال القادمة، لأن الفضلات هذه أنتم تعرفوا وين يحطوا فيها وين يخبيوا فيها على أنظار المفروض أن الموضوع هذا كارو تحل منذ عامين.